السلام عليكم. كما تشوفوا هذه الأيام أن جميع القنوات والبرامج ووسائل التواصل الاجتماعي كلها تتكلم عن مشكلة الصحراء أو مشكل اللي خلقه بان كيمون، مع العلم أن نسبة كبيرة من المغاربة تسمعوه ولكن ما تعرفوش شنو هو المشكل وفوقاش بدا وأش واقع. المهم أنا بغيت ندير هذا الفيديو باش نوضح واحد الأمر وفي الأخير نوصل واحد الرسالة للشعبين المغربي والجزائري خاصة والأمة الإسلامية عامة. اذا المشكل بدا من اللي خرجت الدول الاوروبيه من القوقعه ديالها وبغات تفرق وحده المسلمين من المحيط حتى الخليج. شنو دارت؟ بدات بمؤتمر برلين اللي كان في 1884 وسموه كذلك مؤتمر الكونغو. حضر لهذا المؤتمر 14 دوله، منها 5 ديال الدول كان عندهم نصيب الاسد الاهتمام بالقاره الافريقيه. هاد الدول هما ألمانيا اللي نظمت هذا المؤتمر، بريطانيا، البرتغال، فرنسا، وبلجيكا. واتفقوا في هذا التجمع على 5 ديال القرارات، ولكن اللي تهمنا حنا هما جوج اللي تيقولوا الاول عدم فرض اي دولة حمايتها او سيطرتها على المناطق الساحلية في افريقيا دون ان تعلن ذلك الى الدول الاخرى التي وقعت على هذه الاتفاقية. ثاني عدم اعلان اي دولة حماية على منطقة من القارة الافريقية دون ان تكون هذه الحماية مؤيدة لاحتلال فعلي. يعني الى ما كانش هاد الدولة الاوروبية غادي تستعمر هاد الدولة الافريقية غير بلا ما تعلن عليها الحماية. المؤتمر الثاني واللي سميتو كامبل بانيرمان واللي بدا 1905 حتى 1907. هذا المؤتمر هدر بالخصوص على بعض الدول مثل الهند والشرق الأقصى وإفريقيا والمحيط الأطلسي والمحيط الهادي، أي الدول المسلمة بالخصوص واللي تجمع بينتها لغة واحدة. ونص هذا المؤتمر على باش تبقى هذه الدول مفككة جاهلة متأخرة، يعني حرمانها من الدعم ومن اكتساب العلوم والمعارف التقنية وعدم دعمها ومحاربة أي اتجاه من هذه الدول لامتلاك العلوم التقنية. وباش يحققوا هذا الشيء خاصهم يزرعوا شي دولة في فلسطين باش تكون حاجز قوي وغريب ومعادي تيفصل الجزء الافريقي عن الاسيوي، باش تبقى الدول العربية في حالة من الضعف. باش يزرعوا ديك الدولة في وسط فلسطين هو باش تولي المنطقة في لا توازن، لان التوازن تيحقق الاستقرار والاستقرار تيولد النهضة، وهما ما بغاوش النهضة ديال الدول الإسلامية، ما بغاوش النهضة ديال الدول الإسلامية بصفة خاصة باش تبقى دايما لور لور. يعني المؤتمرين بجوج نصوا باش يستعمروا الدول الإسلامية بالخصوص ويخلقوا لهم مشاكل بيناتهم باش عمر شي دولة تحالف مع جارتها. هاد المؤتمرين بجوج على حسب العلم ديالي انا ما عمرهم قراوهم لنا في المقررات التعليمية في الوقت اللي خصهم الناس يعرفوهم. خص الدولة، يعني بما اننا في دولة عربية خاصهم يوريوهم لنا لانهم تيهضروا علينا. وهذا المشكل اللي كاين ما بين المغرب والجزائر، يعني واخا خرج الاستعمار هذه ازيد من نصف قرن، لكن الهدف اللي بغاه راه وصلوا وهو زعزعة الاستقرار بين الدول العربيه. لذلك زرع الجبهه الشعبيه لتحرير الساقيه الحمراء ووادي الذهب المعروفه اختصار باسم بوليزاريو، يعني اختصار باسم اسباني اللي هو مكتوب قدامكم. 20 ماي 1973، أي قبل المسيرة الخضراء بنحو سنتين، دعمتهم ليبيا 1973 وزادت عليهم الجزائر سنة 1975. ولكن أنا ما جيتش لهذا النهار باش نقول لكم شكون اللي غلط وشكون اللي عنده الحق، ولكن هذه راها أمور مقررة، هذه أزيد من قرن. لذلك ما خصناش نخليو لهم فرصه منين يدخلوا لينا. حنا راه كلنا شعب واحد وامه واحده. الا كان الامر بين الحكومات بالاضافه الى المناوشات الخارجيه، فحنا شنو هو الذنب ديالنا؟ تفرقت الهند، تفرقت السودان، واش واقع دابا في سوريا وفي العراق، مصر، ليبيا؟ علاش هادشي كامل؟ لسبب واحد هو تطبيق قرار كامبل بانيرمان اللي تحط هذه اكثر من 100 سنه. علاش نخليو ليهم منين يدوزو لينا؟ علاش حنا ماشي بشر؟ ما عندناش الدماغ باش نفكروا؟
هما تيحاولوا باش يتجمعوا، وبالفعل تجمعوا وحققوا الوحده الاوروبيه والبرلمان الاوروبي، وحنا مازالين تندبج على قطعه ديال الارض، مع العلم ان هذا المشكل عمره ما غادي يتصفى غير بالوحده العربيه ولم شمل الدول العربيه تحت رايه الاسلام. شكرا.